مش علينا بس وعليهم كمان. يهمنا جدا التكمله في البطوله والمنافسه على لقبها، وان شاء الله ده مش هيكون غير عن ضوابط الافريق ان شاء الله. الفتره الاخيره عندنا غيابات كثيره بمرور بظروف صعبه، ولكن الحمد لله يعني قادرين بمجموعه اللعيبه اللي موجوده وبتوفيق ربنا وصفاتنا في تحسينها ان شاء الله نعدي العقبه الكبيره دي. عارفين ان مباراه مهمه ومباراه كبيره، ولكن قادرين ان احنا نعديها ان شاء الله. لا خليني اقول المباراه دي يعني زي ما تقول هم عندهم عنصرين مهمين غايبين، احنا عندنا اكتر من 4-5 عناصر مهمين غايبين، ولكن بتلعب على ارضهم وفي وسط جماهيرهم والناس لسه كسبانين الدوري وبيحتفلوا، اكيد دي يعني دي صعوبه علينا وحاجه ايجابيه بالنسبه لهم. لا لكن بقول لك النادي الاهلي هو النادي الاهلي، لعبنا في ظروف اصعب من كده قبل كده كتير وفي ضغوطات كبيره، ولكن انت عشان بطل فمهم انك تعدي كل العقبات اللي بتقابلك طبعا.